في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ورد هنا معرفا بأل، فهل المقصود هنا الكفر الأكبر أم الأصغر؟ هذا فيه تفصيل، إذا حكم بغير ما أنزل الله يرى أنه أحسن من حكم الله هذا كافر الكفر الأكبر، أو يرى أنه مساو لحكم الله يقول كل واحد هذا وهذا هذا كافر. أما من قال الله حكم الله أحسن وأتم فهذا يكفر الكفر الأصغر لا الأكبر. نعم.